يعتمد على وشاية للقبض على صحفي يمارس عمله. انا بالنسبه لي الحقيقه يعني مش أي يعني انا واقف بمارس عمل الصحفي، فواحد جه قال عليا امسك اصل ده بيعمل كذا فتقبض عليا وتحتجزني والتهمه هي القضيه. هنا الحقيقه لب القضيه ان لدينا جهاز امني قرر ان يلفق تهم حتى بناء على وشايات. لب القضيه ان لدينا تحريات خرجت بتقول اصل ملحوظه انه لديه انتماء للاخوان رغم انه كان يمارس عملا صحفيا. هو اي حد معدي في الشارع حد يبلغ عنه هتمسكه؟ طب ايه دور النقابه الحقيقة؟ احنا لغايه انا النقابه طول النهار كانت موجوده هناك، النقابه كان من امبارح بتتابع القضيه. هنا مش دور النقابه بس، القضيه هنا ان احنا امام استبداد امني واضح، امام سوء استغلال سلطه واضح، امام طعم بتوجه بناء على وشايات. ده خطر جدا، ولما ده يتعرض لحريه نقل المعلومات هي الخطوره هنا. النقابه هتعمل دورها في مقابل الزميل او بتعمل دورها في مقابل الزميل، بنحاول نبقى موجودين. النقابه هتبقى موجوده في كل الناس اللي موجوده ديت واللي هي هتبقى قادره على انها تفرض وجهه نظرها ورؤيتها بعد كده. في اجراءات النقابه اتخذت ضد امانه المدعو امين الاخرس في واقعه الوشايه بالزميل واللي مثبته في محضر رسمي في النيابه، وطالبت خالد صلاح بالرد استفادت النقابه بشكل عام. انا عايز اقول لكم بشكل واضح، انا عايز اقول لكم بشكل واضح ان الحقيقه القضيه بقول لك هي على قد ما عندي زميله لابد من التعامل معاها او شخص لابد من التعامل معه بحسم والتحقيق معه، وده اللي بيجري الان بناء على شكاوى كل الناس الموجوده دلوقتي. القضيه في لب الاستبداد اللي بيحصل فيه، لازم نقف في ده، لازم نوجه القضيه للاطار الصحيح. الزميله سيتم التعامل معها نقابيا على الاقل سيتم، لكن الاخطر هو الاعتماد على وشايات والتعامل مع صحفيين بهذه الطريقه. هي ده اللب الموضوع. نحن انا كنت حاضر التحقيق وذكر انها وشت، ان هذه الزميله وشت، وذكر انها نقلت كلاما غير يعني على غير الحقيقه عن زميلها.